ثلاثة طفلين عندي. طفلين؟ واحد بالمدرسة، بالثاني متوسط، بالثاني مبطل. واحد 15 وواحد 17 بالمدارس. الكبير مبطل والصغير بالثاني متوسط. بالثاني متوسط ساكنين ويا حضرتك؟ نعم. يعني انت وياهم صاروا ثلاثة؟ ثلاثة. شنو البيت الساكنين بيتكم؟ تابع البيت جدي، غرفة مطيني اياها قاعدة بيها. غرفة قاعدة بيها؟ اي مجتمع. اي بيت جد. انا وعماتي. انزين اللي المصدر اللي عايشين عليه او الراتب اللي يجيكم منين يجيكم؟ دخل كل شهرين رعاية 300. يعني تستلمين الرعاية الاجتماعية؟ اي 300. 300,000. اولاد شنو وضعهم الصحي؟ الحمد لله. يعني الكبير عنده بس تكسر بالدم حامل الصفه. الكبير الكبير اللي مبطن المدرسه. اي مبطن. والاصغر من عندنا؟ لا بالمدرسه ما بي شيء. ما بي شيء. البيت اللي ساكنه بيه هذا شنو هو يعني ملكي؟ لا 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 اوقاف. اوقاف تبار تجاوز. انت ايش شكل ساكنه وياهم؟ اي اي حسب يعني ما يقولوا شيء شيء حسب ظروفي. شنو الاحتياجات اللي عندك؟ والله ما عندي لا طباخ ولا سبليت. عندنا الماطور هم عطلان، وقت الشتاء الجيزر هم ما عندنا، يعني هواي. ما حكينا عن زوجي، زوجي شنو وضعيته؟ بسبب فقر الدم المنجلي، توفى 2004. توفى ب 2004 بسبب فقر الدم المنجلي. تقارير موجوده عندك عن هي شهاده الوفاه موجوده؟ اي نعم موجوده. المطبخ هسه احنا شفنا شنو الاحتياجات اللي ما عندي يعني لا طباخ كل شيء ما في يعني حتى فراش ما اقدر يعني على هاي تشوله جاي اي تشوله مات وحده مالتهم ولا ميز لا ما عندي كل شيء ما لا كل شيء ما عندي الغرفه مالتي شنو هاي ما بيها لا مكيف ولا شيء كانت مبرده وعطلت هم سولفت مرة الاشياء انزين هسه الاخوان يسمعونك ويشاهدونك عبر هذا الفيديو شنو تحبين تناجينهم شنو تحبين تقولي لهم حتى يساعدونك يعني ايش قد ما اشكرهم ايش قد ما اشكرهم اقصر بالشكر لهم. اي شنو اللي شنو هسه يعني تطلبينه من عندهم الحاجه الضروريه اللي اطلب يعني يكون يساعدوني مساعده او كفاله الاطفال يعني مدعين لهم. انت ابنك قلت ايش قد 17 كبير. اي 17 ما يعني لا ما هي محتاجه هسه مثلا طباخ يعني ما عندي مثلا سبليت يعني هاي يعني شغلات البيت هواي يعني مثل ميز اي والله يساعدوني هذا الاثمن اي والله ضروريه للبيت غساله عندك لا ما عندي ثلاجه هاي بالغرفه نعم شفتها فانت شنو تحبين الاخوان يشاهدون تطلبي من عندهم ان شاء الله الاخوان اي مثلا طباخ يعني سبلت او مكيف مو مثلا فشي اساسي انت محتاجته طباخ محتاجته السبلت الطباخ شيء اساسي محتاجته لان تجي تطبخين شفناش اي لا ما عندي السبلت مثل جاي صيفا ما عندي يعني هذا هم ضروري الغساله جاي يغسل بيدي ما عندي يعني هسه انت محتاجه السبلت اي هذني ضروريات اي ضروريات بعد شنو يعني عندنا الماطور الماي هم عاطل ماطور الماي اي عطلان بعد شنو تحبين تقولين؟ غير هذا هسه انت هاي الاخوان اللي هم اخوانك ان شاء الله اللي جاي يشوفونك وان شاء الله راح يساعدونك شنو تقولي لهم؟ هاي اللي اطلبه من عندهم يعني اتمنى يعني يساعدوني بهاي اللي اطلبه لنا واذا قدروا يعني هم كفاله مثلا شنو ما يجي مساعدات يساعدوني